أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة نجل صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن ما تحقق طوال المسيرة الإصلاحية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يعد مدعاة للفخر والاعتزاز لكافة أبناء البحرين، منوها بأهمية السير على الخطى المباركة التي رسخ أسسها جلالة الملك المفدى نحو مزيد من الرفعة والإنجاز لمستقبل مشرق للمملكة. وأشاد سمو الشيخ محمد بن سلمان بما تشهده المملكة من احتفالات في كافة مناطق البحرين بمناسبة الذكرى 15 للتصويت على ميثاق العمل الوطني، والتي تؤكد على ما تمثله هذه الذكرى العزيزة في قلب كل بحريني مخلص لهذا الوطن الغالي. بهذه المناسبة رفع سمو الشيخ محمد بن سلمان الخليفة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه وإلى الشعب البحريني الكريم بهذه المناسبة العزيزة. جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله اليوم جانبا من عرضة أهل البحرين المحافظة أهالي المحافظة الجنوبية التي أقامتها المحافظة الجنوبية وأحيتها جمعية رعاية العرض البحرينية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 15 للتصويت على ميثاق العمل الوطني في قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بالرفع، حيث كان معالي الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية في مقدمة مستقبله سموه، إلى جانب عدد من المسؤولين في الدولة وممثلي عدد من المؤسسات في القطاعين العام والخاص وجمع غفير من أهالي الجنوبية والمواطنين والمقيمين. وقد شارك سمو الشيخ محمد بن سلمان الحضور في العرض البحريني التي تضمنت شيلات وقصائد في حب الوطن والولاء لقيادته الحكيمة، وأعرب سموه عن سعادته لمشاركته في هذه العرض التي عكست المشاعر الوطنية التي يكنها الجميع في هذه المناسبة الغالية، مشيدا بما جسدته الفعالية من قيم الوحدة والترابط التي يعتز بها أهل البحرين وما يكنونه للوطن من حب وولاء، داعيا سموه الله أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على مملكة البحرين وشعبها الوفي بالخير واليمن والبركات في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأن يحفظ البحرين ويديم عليها أعيادها والألفة والمحبة. من جانبه رفع معالي الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب البحرين الوفي، وقال إنه من دواعي الفخر والاعتزاز أن نشهد هذه المناسبة العزيزة ونحن لا نزال حتى يومنا الحاضر نقطف ثمار مسيرة الإصلاح والديمقراطية والتنمية في ربوع مملكتنا الغالية، تلك المسيرة المباركة التي أرسى أركانها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مضيفا أن ما حققه ميثاق العمل الوطني من التفاف شعب البحرين الوفي حول قيادته الرشيدة وما حظي به الميثاق من إجماع شعبي والتصويت بالموافقة عليه بنسبة 98.4% يعد فخرا خالدا في ذاكرتنا الوطنية تتناقله الأجيال جيلا بعد جيل. وقد أحيا جمعية رعاية العرض البحرينية هذه المناسبة السعيدة، حيث شارك العديد من أهالي الجنوبية والمواطنين والمقيمين من مختلف مناطق البحرين والفرحة والسعادة بذكرى ميثاق العمل الوطني، وعبر المشاركون عن سعادتهم في المشاركة في هذا الاحتفال الوطني مؤكدين أن ميثاق العمل الوطني وما شهدته البحرين من مشروع إصلاحي ومسيرة ديمقراطية وتنموية والتي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى الله ورعاه مفخرة وعزة لكل البحرينيين، وأن الجميع يعيش تلك اللحظات التي لا يزال صداها حاضرا في نفوسهم.